أنا الدكتورة هناء الصبخ من مدينة تطوان، حاصلة على دكتوراه في البيولوجي من كلية العلوم بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، وكذلك على دكتوراه ثانية في الفارماسي من كلية الصيدلة بجامعة إشبيلية في إسبانيا. المجال التخصص ديالي هو ليتود دي زاكتيفيتي انتي كونسيروز انتي انفلاماتوار اي انتي اوكسيدانت دي اكستري اي دي كومبوزي ايزولي دي الغ مارين. والهدف من البحث ديالي هو اننا نكتشف او نستخلص مركبات او مواد طبيعيه من الطحالب البحريه، واللي غادي تكون هي المكون الاساسي في التركيبة ديال الأدوية اللي ممكن نستعملوها لعلاج كثير من الأمراض كأمراض السرطان، أمراض الالتهاب المزمن. في البداية كنبغي نشكر الأستاذة إنساف المغنوشي رئيسة تحرير جريدة طنجاوي .ma على هذه المبادرة الطيبة للتعريف بالكفاءات المغربية وبالخصوص المتواجدة بشمال المغرب. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة كنقول لكل النساء الشماليات، النساء المغربيات، ولكل نساء العالم كل عام وأنتن بخير، كل عام وأنتن أقوى، وكل عام وأنتن أنجح. طوال فترة الدراسة ديالي والعمل ديالي في مجال البحث العلمي توفقت أنني نحصل على عدة جوائز عالمية ومحلية، من أهمها الجائزة العالمية لوريال يونيسكو فور وومن ان ساينس، وكذلك جائزة مقدمة من طرف منظمة إسبانية واللي هي مخيرس بور أفريكا، وكذلك حصلت على عدة منح من منظمات كإيراسموس والحكومة الإسبانية، وكذلك منحة من الحكومة المغربية. الطموح ديالي كيبقى دائما وأبدا هو أنني نكمل في مسار البحث العلمي وأنني نوضع بصمة في هذا المجال، وأكيد كيبقى الهدف الأكبر هو أنني نكتشف أو نوصل المركب اللي غادي يدوز من جميع مراحل التجارب من الانفيترون الانفيفون لزيسي كليليك حتى نوصلوا أننا نصنع به دواء دي ميديكامون اللي نقدروا أننا نستعملهم لعلاج السرطان. وأكيد طبعاً كنطمح أنني نطور من أو نساهم في تطوير مجال البحث العلمي في بلادي، وأنني ننقل تجارب ديالي وكل ما تعلمته في طوال مدة العمل ديالي في المختبرات وفي مراكز البحوث في أوروبا، وطبعاً نقلهم التلاميذ والطلبة والباحثين في بلادي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.